بيعبر عن مطلب شعبي. تمام. بس. لا يا حضرتك في التأمين. لا الإقبال في اليوم الثاني. التأمين أنت شايفة إيه؟ لا التأمين تمام بس إيه؟ طب التسجيلات اللي حصلت في إمبابة وصفة اللبن شايفة إزاي؟ هل خدتوا احتياطات معينة يا فندم للتعاون التعامل مع هذه الأوضاع؟ طبعًا في مفتشين مفرقعات وفي عناصر اللي هي من الكلاب يدرى عمل الكلاب والحراسة وفي تفتيش ذاتي وفي بوابات إلكترونية في الأماكن اللي بنستشعر فيها فين يا بنت البوابات الإلكترونية فين؟ عندي في قصر النيل عندك في قصر دبارة الأماكن اللي هي أصلاً بتبقى على الشوارع العمومية شوفكم يبقى في مثلا قلق فيها او حاجه فبتامنوها بشكل اكبر لا كله سوا احنا بندي الاهميه للحاجه الصغيره زي الحاجه الكبيره يعني هنا مثلا مفيش بوابات الكترونيه لان في تامين وفي دوشم وفي جيش وفي شرطه وفي الجهات ممثله مفرقعات وامن عام وامن مركزي ومجموعات مسلحه وقوات مسلحه قبلنا هل تم جيل سيادتك اي بلاغات بشان وجود يعني مثلا اشتباه في مفرقعات او شيء من هذا القبيل؟ لو اي حاجه اثناء المرور احنا ما بنستناش البلاغ، لو اي حاجه بنشوفها بنستدعي مفتش المفرقعات وهو اللي بيفحصها، وغالبا ما بتبقى الحمد لله بنعمه ربنا سلبيه.